أنا بهنيكم ألف مبروك للطلبة، وبقيتوا ضباط أطباء، بقيتوا مسؤولين مسؤولية كاملة دلوقتي وبعد إن شاء الله فترة الامتياز. بالمناسبة لما قالوا الامتياز المفروض إن الطلبة اتخرجت خلاص، مش كده؟ أنا بقول لك خلي بالك، إذا كنت عايز تطلع ببلدك قدام افضل مصر على موقفك. قلت لا ما يروحوش، الطلبة دي تقعد في الكلية تاخد فترة الامتياز في الكلية، ولو نقدر ناخد الماجستير في الكلية هعمل كده. طب أنا بعمل كده ليه؟ عندي أمل كبير فيهم وفي كل شباب مصر، صحيح وفي كل شباب مصر، فقلت لا ياخدوا فترة الامتياز جوه الكلية، يروحوا المستشفيات ويروحوا يرجعوا يباتوا في الكلية ما يروحوش بيتهم. طب ليه؟ ممكن الأسر تبقى زعلانة دلوقتي. هم ولادكم وولادي، وبناء الرجال أمر مهم، وإحنا كده بنبني إن شاء الله حاجة جميلة. ففترة الامتياز كده، وثم كمان إن إحنا قلنا في فترة الماجستير هنحاول نخليها كده، بس خلي بالكم أنا ممكن خلال سنتين ثلاثة يبقى اللي قدام منكم دول بسم الله ما شاء الله من الزمالة والدكتوراه خلال ثلاث سنين. فالقفز مش المشي، عايزين نقفز. بتمنى لهم التوفيق، وإذا كان ليا كلمة أقولها لهم أقول له خلي بالك من نفسك، خلي بالك من صحتك، خلي بالك من علمك، خلي بالك من قيمك، خلي بالك من معرفتك، فاوعى تدخن واوعى تسيب الرياضة واوعى وزنك يزيد خالص. والكلام ده لينا كلنا، وده مش يعني لما حد بقوله كده يقول لك الرئيس بيتكلم في الحاجات دي، اه طبعا، امال ايه؟ لو بقت ثقافة عندنا ان احنا نخلي بالنا من الكلام ده ونراقب اكلنا كويس، ده هينعكس انعكاس على الامن القومي بشكل ما تتصوروهوش.